بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 14. حنبدأ اليوم في المايكروسيتيك هايبوكروميك، وحنبدأ بموضوع هو في الحقيقة قليل اللي يتناولوه، اللي هو هيرديتري بايروبيكولوسايتوزيس. حنعمل ديفينيشن للموضوع. أولا، ما هو الهيرديتري بايروبيكولوسايتوزيس؟ هو عبارة عن أوتوسومال ريسيسيف بيليد تو هيموليتيك انيميا ان انفانسي، وهذا منطق لانه اوتوسومال ريسيسيف في الانفانسي حيؤدي الى هيموليتيك انيميا، ناتج عن ايش؟ ناتج عن ديفكت في الار بي سيز من برين، ليد هذا الديفكت بيؤدي الى البكيلوسايتوزيس. طيب هم سموها بايرو ليش؟ بايرو اسمها فاير، فالخلايا حق المريض ذا تشبه الشخص اللي كانه احترق، يعني من كثر ما تشوهت هذه الخلايا. وهذه نقطة، والنقطة الثانية أنها كمان هي لها صفة أنها تتأثر بقضية بالار بي سيز بالحرارة، وحنتكلم عليها في التشخيص. طيب النقطة الثانية المهمة جدا أنه الهيرديتري بايروبيكولوسايتوزيس هي سب تايب من الهيرديتري إليبتوسايتوزيس، لكن هذا السيفير فورم اللي هو البايرو الهيرديتري بايروبيكولوسايتوزيس. طيب تعالوا نشوف الباثوفيسيولوجي لها. الباثوفيسيولوجي لها سهل جدا، انه في سايتوسكيلتون بروتينز. السايتوسكيلتون بروتينز زي الالفا سبكترين والبيتا سبكترين والبروتين 4.1، دول بينتر اكت مع الليبيد باي لير في الممبرين حق الار بي سيز، فبالتالي هم بيعطوا شكل الار بي سيز الباي كونكيف، وبيعطوها انها شكل عمليه انها فليكسبل، وبالتالي يحصل لها سكويز، وبالتالي تدخل في السمول كابلاريز في السبلين وما تتاثرش. ليش؟ لان معاها ممبرين اللي هم السيتوسكيلتون اللي هم الالفا سبكترين والبيتا سبكترين والبروتين 4.1. طيب لما يحصل ميوتيشن في التو اليلز، هنا هيموزايجس، حصل ميوتيشن في التو اليلز، يعني حصل الجينز الريسبونسبل فور الالفا سبكترين والبيتا سبكترين والبروتين 4.1 حصل فيهم عمليه ميوتيشن وحصل ديفكت، هذا حينتج انه في ديفكت في السيتوسكيلتون بروتينز. لما حينتج انه في ديفكت في السيتوسكيلتون بروتينز للي قلنا عليهم اللي هم الالفا والبيتا سبكترين والبروتين 4.1، حيؤدي الى لوز للسيل سيرفيس، للسيل سيرفيس اللي هم الباي لاير، وبالتالي حيصبح الممبرين حق الخليه حيصبح ريجيد، ولما يصبح للريجيد حيحصل عمليه انها حتفقد عمليه الديفورمابيليتي، انها يحصل لها سكويز حتفقد هذه الصفه. طبعا هون الديفكت حيكون زي ما انتم عارفين، زي ما انتم شايفين في الصوره، في فيرتيكال وهوريزونتال ديفكت بالنسبه لقضيه السيتوسكيلتون بروتينز، في فيرتيكال وفي هوريزونتال، فحيحصل ديفكت في الاثنين. الان السبكترين حصل فيه ديفكت زي ما قلنا الالفا والبيتا، ده حيؤدي الى لوز في السكيلتال انتجريتي، حيؤدي انه دول الخليه خلاص هتصبح ريجيد، هتروح للسبلين، السبلينز دي الار بي سيز حيؤدي لانه تصبح فراجمنتد، وتصبح حاجه بنسميها المس شيبن، مس شيبن انه تشوه شكلها، لانه السبلين حيكسر فيها. طبعا زمان كان بيستخدموا عمليه الاوزماتيك فيرجينيتي اللي بيتصور انه المفروض خرج من الخدمه وفي تيست جديد، لكن لا زال الناس بعضهم بيستخدموا عمليه الاوزماتيك فيرجينيتي معناها انكريز. طيب الان ممكن البيشنس ده او الطفل ده كمان يحصل عنده سيفير ابدومينال بين من كثر عمليه التكسر اللي بيحصل، وكمان يحصل عمليه الجول بلادر ستون، وبالتاكيد لانه في تكسر فهيحصل عمليه السبينوميجالي. احنا زي ما قلنا قبل شويه ان في دي هيموزايجس. ما معنى هيموزايجس؟ ان الاب عنده ديفكت في الجين والام عندها ديفكت في الجين، فتخيلوا 25% من الموال احتماليه من المواليد، يعني اي في اي ولاده 25% احتمال انهم ينصابوا بقضيه الهيرديتري بايروبيكولوسايتوزيس. طيب الان كيف نعمل لاب دايجنوسيس لها؟ احنا اذكر بالسكيم اللي عملناه في المايكروسيتيك، احنا قلنا في معنى عمليه هيموجلوبين وار بي سيز كاونت والهيماتوكريت، لو طلعوا نورمال معنى هذه اوسرايتي ديكريز معناها الهيموجلوبين فارينس اللي هي الهيتيروزايجس، لو طلعوا ديكريز معناها انه دي انيميا بالتاكيد. نروح نشوف الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي، قلنا دي مايكروسيتيك هايبوكروميك، ولو تتذكروا قلنا ان الانكريز الام سي اتش سي ممكن يكون انكريز، وده هنشوف في البلاد فيلم يكون في ماركت انيسو بايكروسايتوزيس اللي هي الديزيز اللي هنتكلم عليها اليوم.
بالتأكيد حنروح نشوف الريتكس، حنشوف الريتكس حتكون عالية، حنشوف اللي هو قضية اللي حتكون هيرديتري بايروكولوسايتوزس، حنشوف كمان الريتكس لو طلعت الريتكس معناها ايرون ديفيشنسي انيميا، معناها الانيميا اوف كرونيك ديزيز، معناها سيدروبلاستيك انيميا. طلعت الريتكس هاي معناها انه قضيه الالفا ثلاسيميا ميجور والبيتا ثلاسيميا ميجور والدلتا والبيتا ثلاسيميا والهيموجلوبين سي والاو والاي الهيموزايجاس. احنا اليوم في قضيه في اللي هي قضيه البايروبيكيلوسايتوزس. طيب نقطة مهمة في الدياجنوسيس ان دي انفنتس اكيد لان هذه هيرديتري فبالتاكيد حتظهر في الانفنتس، اكيد كمان في بوزيتيف فاميلي هيستوري. النقطة الثانية انه السكيم حقا اللي اتفقنا عليه 3 3 1 1 1، اتفقنا ان الثلاثة الاولين اللي هم هيموجلوبين والار بي سيز كاونت والهيماتوكريت، هنا الهيموجلوبين طلع 10.5، الار بي سيز 4، الهيماتوكريت 30%، اكيد انيميا. اتفقنا ان احنا حنروح نقرا الثلاثه الثانيين اللي هم الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي. الام سي في طلع 70 اذا ماكروسيتيك، والام سي اتش طلع 26 والام سي اتش سي طلع 37. هنا شايفين طلع انكريز الام سي اتش سي، ليش؟ هنا لانه شكل الار بي سيز تغير، ما عادوش الباي كونكيف، فلو شكلها تغير فتظهر كانه تحمل كميه هيموجلوبين بالنسبه للسايز حقها عالي، وهي في الحقيقه غير كذا، لكن لان شكلها تغير فظهر عمليه الام سي اس سي عالي. طيب بعد كذا زي ما اتفقنا احنا نشوف الار دي دبليو، بالتاكيد الار دي دبليو حتكون عاليه جدا جدا لانها بايروبيكيلوسايتوزس. شايفين قدامكم من الشكل كيف شكل الخلايا واحجام الخلايا، بالتاكيد حتكون عاليه جدا. النقطه الثانيه الايه الثانيه زي ما قلنا البلد فيلم حنشوفه، حنشوف عمليه بيكولوسايتوزس، وحنشوف في البلد فيلم حنشوف اليبتوسايت، وحنشوف البوكيلوسايت، وحنشوف فراجمنتد ار بي سيز، وحنشوف سبيروسايت، بالتاكيد كل الاشكال دي حنشوفها. الريتيكولوسايت حتكون اكيد كمان انكريز لان بيحصل ديستراكشن. الان نشوف الكونفرماتوري تيست. واحده من الاشياء اللي الكونفرماتوري تيست نسميها ثيرمال سنسيتيفيتي تيست، نروح نجيب العينه ونعرضها عند 45 درجه مئويه لمده 10 دقائق ونروح نشوفها مره ثانيه نعمل بلد فيلم، حنشوف في الونجيشن وفي فريجمنتيشن، هذه معناها انها واحده من الكونفرماتوري تيست لقضيه الهيرديتري البايروبيكيلوسايتوزس. طبعا الاوزماتيك فراجيلتي قلنا لا زالوا بعض الناس يستخدموها، وان كان التيست اللي حقوله بعد شويه خلاص هو البديل عنها. انه ما معناها فكرتها، فكرتها ان الار بي سيز الطبيعيه ممكن تتعرض للدايليوشن من قضيه الايزوتينيك وتتحمل ما يحصلش عندها اي مشكله، لكن في قضيه الهيرديتري بايروبيكولوسايتوزس لانه الممبرين ده حصل فيه ديفكت فاي تركيز ما عاد تتحملش يحصل عمليه لايسس. فلو شفتوا هنا اول تركيز حصل فيها لايسس، ده معناها قضيه فكره الاوزماتيك فراجيليتي تيست. طبعا احنا الان التيست اللي يستخدم اللي هو الايوزين 5 مليمايد بايندينج تيست، ده بيروحوا يجيبوا عمليه الايوزين ويخلطوها مع الار بي سيز. بالتاكيد ما دام في ديفكت في الممبرين فالداي دي حيحصل ديكريس في الداي بايندنج، لان ما فيش الممبرين فيه ديفكت فحيحصل الايوزينز دي حيحصل ديكريس في الداي بايندنج، نقيس هذا الديكريس في قضيه الفلو سايتومتري والسنسيتيفيتي حقه 93% والسبيسيفيتي حقه 99%، وحنقيسه بالفلو سايتومتري، وده الان هو يفترض التست البديل لقضيه الاوزماتيك فراجيليتي. الكونفيرم كمان بالجينيتك ستدي، ممكن يعملوا كونفيرميشن بالجينيتك ستدي وتكلمنا عليها في الدايجنوسيس بالنسبه للهيموجلوبين. كيف يعملوا تريتمنت لها؟ اكيد بلاد ترانسفيوجن، اكيد بالتاكيد سبينوكتومي يزيلوا السبلين لانه بيحصل عمليه ديستراكشن بشكل كبير. كنت معكم فيما مضى في محاضره البايرو الهيرديتري بايرو بيكولوسايتوزس، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.